السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال على تسمية الملفات، تمام؟ لو الناس كلها شغالة بطريقة تسميات شايف انت شايفها انها غلط، تمام، وانت شغال بطريقة تسمية تبع الكود الامريكي او البريطاني او الانترناشونال او الفنلندي او اي حاجة، فاللي انت بتعمله غلط. لازم كلنا شغالين نفس الحاجة. يعني فرض مثلا ان الشركة شغالة كود انت شايف ان هو فيه مشكلة، تمام، لان في ساعات بتحصل مشاكل مع الشغل، بنكتشف ان الكود فيه مشكله. هنشوف امثله كده. يعني هو مثلا مسمي الاركتشر اي ار ومسمي الالكتريكال اي ال، وانت شايف لا المفروض نخلي ده اي وده اي وده المفروض ان بيتحط فيه اقسام وحاجات زي كده. ليك فكره معينه لازم تناقش معاهم، لان لو انت شغال مختلف عنهم يبقى كده ده مش كود، ده كده كل واحد شغال براحته. ممكن تكون انت شغال ببرنامج كويس جدا او بطريقه كويسه جدا او بكود كويس جدا، بس غير شركه، فده يصلح للمشاريع الصغيره وتشتغل فريلانسر لوحدك، بس ما ينفعش في شركه، لان الشركه لازم كلنا بشغالين تيم واحد، تمام. يعني مش معنى ان انت ممتاز ان انت تشتغل زي ما انت عايز، لا، تقنع الفريق باللي انت عايزه وتشتغلوا كلكم على نفس الحاجه. لو انتوا كلكم مش قادرين تقتنعوا غير بالكود اللي هو فيه مشاكل، افضل من ان انت تشتغل لوحدك وهو ده شغال لوحده وده بيسمي اسامي وده بيسمي اسامي، لا، تمام. ففي من ضمن طرق التسميه ان انا هبدا بالبروجكت اي دي مثلا، وبعد كده اشوف نوع المبنى او هحط الاركتكشر او الالكتريكال، يعني بحيث ان انا اول ما اشوف اللوحه اعرف اللوحه دي، تمام. وبعد كده مثلا هنبدا نحط الستيشن اند سيرفيس مثلا، او هنحط البروجكت فيس، تمام، بالشكل دوت. مثلا اكزامبل، هتكتب مثلا المبنى، اول حاجه نكتبها اسم المشروع، دي الباكج، وبعد كده مثلا المبنى، وبعد كده البروجكت فيس، وبعد كده الاسره. ده اقتراح، تمام. انت ممكن تاخد مثلا من كود الامريكي او من البريطاني او من اي كود، وتبدا تشتغل بنفس النهج ده، ان انا هيبقى عندي مثلا متفقين ومكتوب في البيمكسيون بلان مثلا ان احنا هنسمي بالبروجكت اي دي اول حاجه، وبعد كده مثلا المبنى، وبعد كده النوع اللوح دي معماري ولا انشاء الكهروميكانيكال، وبعد كده الفيس. الفيس دي فعلا في مشروع من المشروعات عملت لنا مشكله. ايه هي المشكله ديت؟ ان اللوح عندنا هضطر ان انا اغير اسمائها كلها، وبتاخد رقم جديد، وكان في سيستم معين من الشركه اللي بتستلم، فانت كده هيبقى عندك كذا لوحه. فهم قالوا لا، الغي الكونسبشوال ديزاين، او الغي الفيسز من التسمية، مش عايزينها في قلب التسمية. في شركات تانية بتقول لك لا، أنا عايزها بحيث إن أنا أبقى عارف اللوحة دي إحنا دلوقتي في أي مرحلة، أو اللوحة دي بتاعت أي مرحلة. وفي ناس بتعتمد على رقم المراجعة، إن مثلا هنا هيبقى رقم مراجعة، في رقم مثلا دي أول مرة تنزل، ده دي أول مرة نبعت، بعد كده رجعناها، هتبقى A و B و C و الغرض بس ان كل واحد بيتفق على التسميه، ولازم التسميه دي تكون معروفه على كل الاقسام وكل الشركات اللي شغال في المشروع. ممكن المشروع شغال في شركات كتيره، فكل الشركات اللي شغاله تبقى عارفه طريقه التسميه بتاعتنا ومعاها الكود، وايا كان المهم ان احنا نكون متفقين عليه. حتى لو مثلا حطيت الفيسز او شلت الفيسز او بنبدا نتفق ان احنا بقى عندنا مثلا 6 خانات، الخانه الاولانيه مثلا البروجكت نيم، الخانه الثانيه ممكن مثلا اسم المالك، الخانه الثالثه مثلا هو السيستم، الخانة الرابعة، وهكذا. نسمي الملفات زي ما احنا عايزين، تمام. او ممكن تروح قايل انا هعتمد على الكود البريطاني في التسمية، او كود السنغافوري، او كود الامريكي، في سطر واحد، وتروح قايل الكتاب الفلاني هو ده المرجع بتاعنا في طريقة التسمية. يبقى انت كده خلصت من موضوع التسمية. التسمية بتبقى زي ما انت شايف كده، الاسم، وبعد كده شرطة، وبعد كده اسم تاني، وبعد كده شرطة. فبنتفق على الحاجات اللي هتبقى موجودة هنا. ممكن في حاجات بتبقى ثابتة، يعني اسم المشروع واسم المالك مثلا ثابتين، مش هيتغيروا خالص، تمام. وبعد كده تبدا تشوف بقى رقم، لو انت عندك كذا مبنى هتحط خانه لاسم المباني. لو انت هو كله مبنى واحد، برج واحد، خلاص ممكن تلغي الخانه دي خالص وتبدا من الخانه اللي بعديها. ممكن البروجكت اسم ما نحطهاش، تمام.